دجاج بصوص التاوزن ايلاند. صوص التاوزن ايلاند او صوص الفريسكاس زي ما هو معروف هنا يعني عند الناس، هو اسمه تاوزن ايلاند، بس هو اللي بيتقدم لكم دايما مع البطاطس الفريسكاس وبتحبوه. هنعمله النهارده مع الفراخ وصفه عالميه، 3 صدور فراخ وصوص التاوزن ايلاند، وعندنا كمان زيت نباتي ومكعب جبنه موتزاريلا مبشور، المكعب الطازه اللي انا بحبه اللي دايما ارشحه لكم، كوبايه جبنه شيدر مبشوره، وملح وفلفل اسود. ده كل اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. اولا انا عايزه افتح الفراخ. يعني ايه افتحها؟ يعني عايزه ارفعها، ما تبقاش تخينه قوي كده، فهفتحها بنسميها باتر فلاي، بحيث ان هي تبقى اقل سمكا. نلبس بقى جوانتيات. فين يا حلوين؟ طيب حالا عشان ما ينفعش استعمل مع الفراخ من غيرها. ماشي. تعالوا نجاوب. فين؟ ماشي. اوكي لقيناه. يلا بينا. نيجي على الفراخ. يلا بينا. هنفتح الفراخ ازاي؟ هنشوف دلوقتي بالسكينة حالا. بصوا، هتيجوا على الجانب التخين من الفراخ، وبالسكينة اولا هتمسكوها بايديكوا كده، وبالسكينة هتمشوا كده في النص بالظبط، بتشقوا ولكن ما بتقطعوش، فتبقى معانا بالمنظر ده. شايفين بقت رفيعه، وبقى السطح اللي احنا هنتبله اكبر بكتير، فبالتالي هناخد نكهه اكتر بكتير، وامورنا زي الفل. تاني نكرر، والطريقه دي جميله جدا للتعامل مع الصدور اللي بتيجي تخينه زياده عن اللزوم، ما بنبقاش عارفين نعمل معاها ايه. نفس الكلام اهو، وهنا كمان نفس الكلام. يلا بينا. حلو جدا. هنجيب طبق للفراخ، واللي هعمله دلوقتي ان انا هحط في الطبق ده زيت. اول حاجة زيت في الطبق عشان الفراخ طبعا ما تلزقش. زيت. اللي حابب يحط مكعب زبده ممكن، والله ما فيش مشكله. وهاجي اخد الفراخ الحلوه دي واتبلها. انا عايزه اتبلها بصوص الثاوزن ايلاند اللي انا عاملاه امبارح، فاللي انا هعمله اني هاجي اخد فرشه وابدا ادهنها بالصوص. طبعا الصوص ده فيه كاتشب وفيه مستردة وفيه خيار مخلل وفيه حاجات كتيرة هتدي طعم رائع للفريخ. طبعا الفرشة دي انا حطيتها جوه الصوص ولمست الفريخ، ما ينفعش ترجع للصوص تاني، يا اما الصوص هيبقى يعني مليان بكتيريا من الفريخ، لازم استخدم معلقة. فانا هعمل كده واوزع بالفرشة. وعايزة اعمل نفس الحاجة الناحية التانية. اي حاجة تبقى معاكو على البورد مش مشكلة، كل ده هنلمه ونحطه على الوش في الاخر. تبلوها بيه كويس جدا، لو عايزين تسيبوها في التتبيلة شوية مفيش اي مشاكل. ادي اول واحدة، هاخد كل اللي وقع منها ده احطه على الوش. تمام. هكرر الخطوة اللي عملتها دي، هاجي على الظهر وادهن بصوص الثاوزن ايلاند، واجي اعمل الوش هنا احسن بدل ما يقع مني.
خلاص يعني. اه بالظبط، انت قديم معانا، انت عديت بكل الكوارث الهوائية. اه لا بس ده كان عادي، ده كان كل يوم يعني، مع فلان ده. اه كان كل يوم احنا كنا انا كنت انت فاكر انا كنت بقى ما كنتش بروح، كنت بقعد اتفرج عليه. بالظبط كده. يلا ندهن الظهر ونفس الحاجة، معلقة كده حلوة مليانة على الوش، وطبعا في خل كمان، في مايونيز، كل ده هيدي طعم رهيب للفراخ. عشان الناس قالت لي يا ساره الصوصات دي ايه للساندوتشات امبارح، قلت لهم ولا تشغلوا بالكم، الاسبوع كله احنا هنتكلم عن الصوصات دي بس، مش هنعمل حاجه غيرها. طيب احنا كده تبلنا الفراخ، وزي ما قلت لكم تقدروا تشتغلوا على طول او تسيبوها في التتبيله. هتلاحظوا ان انا ما حطيتش لا ملح ولا فلفل اسود، هو لان الدريسنج او الصوص بتاعي في كل حاجه تقريبا، في كل النكهه، فانا مش محتاجه فعليا ازود حاجه غير يعني اللهم هي رشه صغيره جدا، وانا كده ايه بشتغل. طبعا انا غطيت الوش بالجبنه تماما، وهحط كمان جبنه شيدر، والفراخ دي هتدخل تستوي في الفرن كده. ممكن طبعا تتعمل في طبق بايركس، ممكن تعمل في صينية، ممكن تتعمل على صاج فرن بمفرش سيليكون وتتنقل لطبق تقديم بعد كده براحتكم، بس انا فضلت ان انا اعملها في طبقها على طول وننجز عشان ما نوسخش ايه حاجات كتير. بس كده طبعا الفراخ عبال ما الجبنة دي تكون استوت، هتكون الفراخ استوت لان صدور واحنا كمان رفعناها كتير جدا، فهتكون سهلة جدا وسريعة جدا في السوا. طبق ما خدش مننا دقايق في الإعداد هيكون رائع. ندخل الفرن على درجة حرارة 200، والحرارة من فوق وتحت، ولو عندي مروحة توزيع حرارة هشتغل بيها مفيش أي مشكلة. فدي كده وصفة دخلت الفرن، هنقفل عليها وإيه ونسيبها تستوي. لو حابه حابب ممكن يغطي الفراخ ويسيب الجبنه بقى ايه تسيح خالص بقى وتبقى ميه، ممكن، بس انا بحب الحقيقه الوش اللي يحمر شويه، فعشان كده سايباها مكشوفه. دي كده تاني وصفه معانا النهارده استخدمنا فيها صوص التاوزن ايلاند، برضو من صوصاتنا امبارح، وكل دي استخدامات، ده طبعا غير الاستخدامات العاديه، سندوتشات لانشون، سندوتشات برجر، سندوتشات فراخ بانيه، كفته، ناجتس، وات ايفر بقى اي حاجه هتعملوها كل الصوصات دي تنفع معاها. بس احنا بنفكر في ايه حاجات بره الصندوق شويه، او استخدامات جديده ممكن تكون ما خطرتش على بالكم. فلا هي بتدخل في الاكل السخن وبتدي نتائج رهيبه، ولما تيجوا تعملوا وصفه الفراخ دي ارشح ان انتوا تسيبوها متبله شويه في الصوص ليله ولا حاجه، وتاني يوم تدوها الجبن على وشها وتدخلوها الفرن. حابين تحطوا لها اي خضار ممكن ما فيش مشكله، حابين تحطوا معاها مشروم صحيح بيبقى روعه، فصوص ثوم زي الفل، شرايح بصل تحتيها وماله، كله هيدينا نتيجه. هوريكم منظر دلوقتي قاتل يعني، انا اسفه دي مشاهد مش لاصحاب القلوب الضعيفه خالص. يا خرابي يا لهوي، بص بص المنظر، ايه الطبق ده؟ ايه الطبق ده يا جماعه؟ شايفين الجبنة ساحت على الوش وغلفت الفراخ، والفراخ استوت حاجة آخر حلاوة، مش ناقص كده غير شوية بطاطس بيوريه، شوية بطاطس مقلية وخضار سوتيه بس، وتبقى أكلة. والطبق طبعا مستوي والفراخ تحفة وحاجة آخر حلاوة. وصوص التاوزن ايلاند هو صوص البطاطس الفريسكس اللي بتحبوه من المطعم ياه، كوبايه مايونيز واربع معالق كبيره من الكاتشب، معلقتين كبار من المستردة، معلقه كبيره من الخل، ربع كوبايه من البصل الابيض المفروم يعني بصلايه صغيره قوي، ونص كوبايه من الخيار المخلل المفروم، معلقه صغيره من السكر وملح وفلفل اسود، وكل ده بيتقلب مع بعضه تقليب عادي جدا في بوله، يبقى الصوص جاهز معانا. من الصوصات برضو اللي عمرها مش قصير، بيقعد على الاقل 10 ايام في الثلاجه، بيبقى زي الفل ما فيش اي مشكله. خدنا الفراخ او صدور الفراخ قطعناها رفيع، قسمناها كده باتر فلاي، فتحناها باتر فلاي بالنص، ودهناها بالصوص ده عشان تتبل بيه.
رشه ملح وفلفل اسود وسبناها في التتبيله دي ان شاء الله ليله مفيش مشكله. تاني يوم حطيناها في الطبق وحطينا غطينا وشها تماما بالجبن، والطبق بتاعنا يكون مدهون بالزيت والوش متغطي بالجبن خالص، ودخلناها الفرن تستوي، فطلعت معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. الموضوع بسيط جدا، وصفة حرفيا مش تاخد منكم اكتر من 5 دقائق تحضير، مفيش فيها اي شغل يذكر يعني. الفراخ لو موجود عندنا والصوص معمول خلاص انتهت القصة كلها يعني، الموضوع دقايق. وبندخلها الفرن على درجة حرارة 200 حرارة من فوق وتحت، الرف اللي في النص، ولو عندنا مراوح توزيع حرارة هنشغلها لحد ما الجبن تسيح والفراخ تستوي، يبقى الطبق بالمنظر الرهيب ده. دي يتقدم معاها بطاطس بيوري أو بطاطس مشوية مع شوية خضار سوتيه، يبقى طبق كامل متكامل.